رهبتنا اليوم تتوفر اون اسانس اون هبريد واون الكتريك زاده. اما اللي ياخذ الكتريك موش نفسه اللي ياخذ الهبريد وموش نفسه اللي ياخذ فيرسيون اسانس. من اللي خلينا نكتشفوا شنو الحكايه هذه، يلا بينا. هيونداي كونا موديل اللي برشا فيكم طلبوا مني اني نصوره، وكل ما تزيد تغزر له كل ما تزيد تكتشف تفاصيل اكثر فيه. هيونداي عملته بالطبع على خاطر الفئه نتاع الاس يو في هذه كثرت برشا، دونك هيونداي حابه تكثر من الفئه هذه. وباش تفهم الكبر تاع الكهرباء هذه لازم تحطها بين هيونداي بايون ولا هيونداي تيكسون. نجمو نطلق عليها اسم SUV أوربان نتاع عائلة متوسطة. باهي الفيرسيون اللي عندنا اليوم كما قاعدين نشوفوا الحمراء من غادي هي ليسونس، ومن هنا الجري هذه الهبريد ايسونس ومعها موتور الكتريك وبطاريه. باش نحكيو عليها مزوز بالتفصيل، وباش نحكيو علاش اللي ياخذ هبريد مش هو نفسه اللي ياخذ ايسونس، ولا مش هو نفسه اللي ياخذ الفيرسيون الالكتريك. باهي كما قاعدين نشوفوا مقدم هيونداي حابه تتبع التوندونس تاع الكهرباء توا، الحكايه هذه اللي لاحظوها كيفاش قسموا الاضواء من قدام، ونفس الحكايه زاد عملوها من تالي ونقاهم زاد قسموا الاضواء من غادي. هنا كما قاعدين تشوفوا الكالندر عملوه بالبيانو بلاك، وجاي كيفاش داخل هكا، ماهوش راهو جاي لبرا، هو اللي داخل هكا، وهنا هذه هي اللي خارجه لبرا، وقدام عندنا اضواء الضباب وعندنا زاد انتبريار، وهذه من هنا داخله محلوله باش تبرد الفرامل تاع الكهرباء، مثلا باش تعطيها انسيابيه احسن وباش تنقص الكونسوماسيون نتاع الكهرباء. هذا كله بالنسبه للقدام تاعها. يلا نشوف توا عجنب نتاعها، عجنب الهبريد والليسونس دول كيف كيف، حتى الالكتريك راهو كيف كيف، الكبر ما يختلفش بين لي فيرسيون تاع الموتورات نتاع الكهرباء. لكن شنو هو الراو عجنب؟ الراو اللي عندنا باجيت من هنا تجي في زوز كراه من هنا، ماهيش كرومي وانما الومنيوم طافي، لهنا عندنا جنوط ماهمش نفسهم بالكل بالنسبه للليسونس وبالنسبه للهبريد، يختلف الديزاين نتاع لي جونت، اما الرجال يقعدوا كيف كيف. عندنا الدخول من غير مفتاح، وبالطبع ما ننساوش زاده اللي عندنا الريتروفيزور تاعها رابطابل في الزوز. وحاجه اخرى باش تعرفوها في الفيرسيون ليسونس، انه كان تاخذها هكا بيتون ما تاخذش معاها التوا وفران بانوراميك، وكان تاخذها لون واحد تولي تاخذ معاها التوا بانوراميك بنفس السوم، معناتها نفس الحكايه، جوست تختار اوبسيون بيناتهم. هذا بالنسبه للجنب تاعها، نوريكم توا الديزاين التلاني نتاعها. بالنسبه للتلاني كما قاعدين تشوفوا قسموا الاضواء من قدام وعاودوا قسموهم من تالي، من فوق نلقاو عندنا الاضواء نتاع الفيوس تاعها والاي دي، ومن هنا عندنا الكلينيتون تاعها والمشاريع. كان تاخذها هبريد باش تكون مكتوبه من غادي هبريد تعريف على الكهرباء، وكان تاخذها ايسونس باش تكون مكتوبه لهنا 1.6 تي معناتها اللي هي توربو، لكن هذه الحاجه اللي يمكن ما كنتش تعرفها واللي هي 4 دبليو دي. اي نعم في الليسونس تجينا دفع رباعي. هاك علاش قلت لك، لان استعمالك للكهرباء هو اللي يحدد شنو باش تاخذ ليسونس ولا الهبريد ولا الالكتريك. وهذايا باش نزيد نفصله لكم اكثر كي نحكيو على البارتي نتاع الموتوريزاسيون. وهذا كله بالنسبه للتلاني نتاع الكهرباء. هنا كما قاعدين نشوفوا البلارات فيمي نتاعهم، حتى البلارات التلانين. توا خلينا نطلع في الكهرباء ونشوف شنو نوفروا من داخل. قبل ما نتعداو الماء نحب نوريكم حاجه، دونك لاني عندي زوز مفاتح، المفتاح هذايا نتاع الفيرسيون هبريد وهذا المفتاح تاع الفيرسيون ايسونس. شوفوا اللي الديزاين كيف 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 في كل شيء كيف كيف، لكن تختلف حاجه واحده واللي هي نتاع ليسونس فيه ثلاثه بوطونات هاو، تسكير حلين وحلين الماء. نتاع الهبريد فيه تسكير حلين تخديم الكهرباء عن بعد وحلين الماء. اي نعم، وتوا باش نجربوها قدامكم. مثال انا توا شنو باش نعمل، باش نسكرها ما غادي سي بون، الكهرباء خدمت توا. اما علي ما سمعت حتى حس، على خاطرها هبريد دونك تخدم اون الكتريك. توا خلينا نشوفوا المال نتاعها. بالنسبه للحموله تاع المال نتاعها 544 ايترا بالنسبه للليسونس والهبريد. اما كي نجيو نحكيو على الكتريك باش تجينا 332 ايترا. باش تقول لي علاش فما؟ نقول لك على خاطر البطاريات من تالي عاليين، يعليو من تالي من الحموله تولي تنقص الحموله نتاع الكفر نتاعها. اما راهو نفس كبر الكهرباء، جوست البطاريات هما اللي ماكلين بلايص من المال. بالنسبه للمال كاليتي حدث ولا حرج، كل شيء مغلفين وكل شيء متلهين به. من هنا مغلف هكا، من هنا بلكدي بلكدي. عجنب عندنا ضو كبير هذا ماهوش صغير. عندنا من هنا وين تحط حاجه اقجار من هنا، وعندك تهز هذا هكا مقسومه ما غادي، لان تحط المفاتح ولا باش صغير ولا حاجه، وكتهز من هنا تلقى رود سكور. بالنسبه للهبريد ما لقيتش فيها رود سكور، دونك كان ليسونس فيها عجله الاحتياط هكا هاو. ومن هنا زاد كله مغلف بالكدا. انا ساوش لهنا اللي عندنا الوحده تاع الكاميرا دوركيول نتاعها، بالطبع في هذه وزاد في الاخرى. نجيو توا للداخلين نتاعها. باهي بسم الله. بالنسبه للكسوه بالنسبه للاثنين كيف كيف. باهي الكسوه حسب ما فهمت حسب ما ريت معناتها مكبوسه بالكدا، ودي حاجه عجبتني بالكدا بالكدا، خاصه من ناحيه
تحت سقيك هكا من ناحيه ظهرت ريا شويه بالطبع باش تعطيك راحه في القاعد، لكن مكبوسه تحسك اصلا بالكاليتي نتاع القاعده. بي من هنا الكونتربورت مغلف من هنا بالكوير، عندك جار صغر وبالكدا، وعندك زاده اوتبارلور بخلاف اللي عندنا زاده الفيتر الكتريك. بالطبع هنا هذه تجيب البلاستيك باش كان انت واحد بصحته مس الكرسي القدامي ما يتقلقش بالنسبه للباساجير والكوندكتور، وعندك زاده وين تحط مجله ولا اي حاجه. لهنا باش ترتح يديك عندك دوز حملة أكواب وأكودوار، هنا سنترال كما قاعدين تشوفوا، ما فيهوش منفذ للمالت تيلاني، عندي تروا روبوستات، الزوز هذوما اللي على جنب من اليمين ومن اليسار، ظاهرين تاع كبار ومن هنا صغرونيز، معناتها يحب يوصل لك للبصة الوسطانية نتاع صغيرة، ما خلينا نكتشفها. لهنا كي تشوف تلقى اللي عندك التونيل تاعها عالي، دونك إذا في الإلكتريك مش تلقاها مشكلة هذيا خاطر ما تحقوش التونيل هذاك، دونك أوك علاش البصة الوسطانية تمشي أكثر نتاع الطفل صغرونة. لهنا ما عنديش دي زيراتور وإنما عندي بلاصة واحدة باش تشارجي الشحن سريع. الكرسي هذايا خليته في بوزيسيون عادية، والكرسي هذا وخرته للكل باش نشوفوا شنو الدرجة بتاعتي لو ماكسيموم. نشوفوها دونك من هنا كيما قاعدين نشوفوا سقايه ماسين بالضبط، طولي 1.74 متر، سقايه ماسين بالضبط، وبالعكس نحس في روحي كدي هكي حرد دسفية. بالنسبه لارتفاع الراس باهي على الاخر، نتصور 1.85 متر نجم يتقلق شويه، لكن حتى 1.80 متر باهي برشا، وهذا كله بالنسبه للتيلاني. ما لكن التيلاني هكا كيفاش قدامي؟ القدامي افخم من التيلاني مراحل. هنا يعني نبدا بالكرسي اللي فيه ويت ريجلاج، يقدم يوخر يطلع ويهبط، دوسي يقدم ويوخر، وعندك هذية نتاع اللي ورا ظهرك بالضبط باش ترتاح روحك في السياقة. باهي من هنا الكونتربورت عندي مغلف كيما مقدم كيما من تالي، عندي كات فيتر الكتريك، تسكيح حلين الكهرباء، شبابك التيلاني، تروفيزور الكتريك، تروفيزور ريجلاج نتاعها، والتروفيزور رابطابل، والقجر يجي اكبر من القجر نتاع البلايص التنانين. من هنا عندي شويه بوطونات يختلفوا على الفيرسون ليبريد، مثلا هنا عندي مستوى الاضاءه الاماميه، عندي من هنا مستوى اللوميوزيتي نتاع التابلو دبور، من هنا عندي نتاع منع التصادم الامامي، مش منع التصادم الامامي، الافيشاج تيت اوت، واللي هو شفت كيفاش تحمى غادي فيها طول حس، نعاود ننزل هكا توا باش يطلع، واللي هو يعطيك معلومات على السرعة، معلومات اللي تستحقهم جوست كي انت تسوق هكا هو. من هنا عندي مساعدة على النزول، ومن هنا عندي التراكشن كنترول نتاع الكهرباء، الفولان تاعها ريغلابل اون هوتور اي اون بروفوندور بالطبع، عندي الباليتو فولان، وبالنسبة للفولان تاعها كله مغلف بالكوير، والفولان ستاندار كيما كراب هيونداي الاخرين، عشنا فيه المساعدة على خط المسار والكروز كنترول والاورديناتور دو بور تاع الكهرباء على اليمين هذاك، وعلى اليسار عندي تاع الفوليوم والمود تهز وتعلق ومتاع زادة المود اللي في الاكرام تاعنا. مالا باش نشوفوا الحكايات هذوما لازمك تقرب لي اكثر، يلا بينا. باهي توا باش تركز معايا شوية خاطر عندنا ما نحكيو على ما بين لهنا ولهنا والبسونات هذوما. باهي نجيب لهنا هذايا باش تتحكم فيه، تجي من هنا تنزل على هاد تتحكم فيه بهذي زادة. باهي انت نبدا ننزل وانت ركز معايا. من هنا مثال عندي هنا يوري فيها نتاع الضغط العجلي نتاع الكهرباء، لهنا نتاع المسار تاع الكهرباء، مثال انا توك نزل على مساعدة على خاطر المسار هكا تشعر وتتفرج تشعر وتتفاعل، هذاك يعطيني بعد انك انا خرجت على الخط ولا حاجة. باهي من هنا هكا الانفورماسيون تاع الكوندويت، كونسوماسيون انستونتاني، قداش ملي خرجت قداش بقات وقت، الاوتونومي نتاع الكهرباء، من هنا لي بارامتر، ومن هنا عاود يرجع لي هذاك. باهي تو لي بارامتر هذوما عندك باش تحكم فيها، مثلا اسيسونس كوندويت، اكيا ريكتيفيتي اس سي سي، مومون دو لافيرتيسمون، سيكوريتي افون، سيكوريتي فيس، سيكوريتي ستاسيونمون، هذوما حاجات تاع سيكوريتي نتاع الكهرباء. افيشاج سيت اوت هذاك انت تقدر تختار شنو يكون فيه، مثلا قال لي اوتور افيشاج كيف تختار شنو هي الاوتور تاع الافيشاج قداه، مثلا هاك توقع نطلع فيه اكثر، هنا يعني نعرفش كان قاعد يطرو فيه ولا اهو، يعني شفتو انت قاعد نهبط فيه هكا، هاك شفتو قاعد نطلع فيه، هذاك يعطي فيه في الافيشاج. شفتوا انت لا تنجم تطلع حتى الاخر هكاك، انت والبوزيسيون نتاع الكرسي نتاعك معناتها كنت نجم تهبطوا هكا كيما قاعدين تشوفوا، وعاود نطلعوا هكا. باهي نرجع انا هكا روتاسيون ولوميوزيتي وسيليكسيون كونتينيو، لان تختار فيه لا فورماسيون تاع الكوندويت والا الراديو والميديا والا الزوز مع بعضهم. نجي لهنا التابلو دو بور، تابلو دو بور انسيليزي كونسوماسيون كونفيغوراسيون دو لوميوزيتي وكل اكليراج هنا بورت كونفور اليرت سيج اريير اكير تريفيزور شارجر سون فيل، ما تشوف دوك حاجه انيتي دو ميزور دو ماري سيليزي دو حاجه تكيكا. ولا هنا باش نوريكم حاجه زاده لقيتها نتفكر زاده في ال في ال
في الهونداي بايون وقت اللي جربتها. هاي تيم لان تعرف تختار كلاسيك. شفتوا قاعد تبدل ولا كلاسيك بي احمر، كلاسيك سي ولا كيوب هكا. هذه حكايه يرضوا يزيدوا في البايون يزيكم غادي نيول هوني. ليكرون هذايا ستاندر كيما اللي زيكرون تاع هيونداي الاخرين. الحاجه اللي عجبتني انه غزروا للبوان تاع الارغونومي ونخليو لي بوتون اللي تسحقهم فيه باش تقعدش تتلوث تبدا تسوق. مثل هنا عندي هذه نتاع الفوليوم، الراديو، ميديا من هنا هكا، سيك هذيك التراك باش تبدل هنا، هذيك لهنا الفافوري نتاعك، وهذيك السيتاب نتاعك لهنا هاكا ليكرون شاتيك. لهنا ننزل لنا الفيكول كليماتيزاسيون مثل شنو نتحكم غادي، مثل الواي فاي، الصون، لافيشاج كيفاش نحبو يكون. شفتو واضح بالقد ايه لوميور بلو مثلا في الليل، هذيك ليكرون داك كيفاش نحبو وانا يكون كذا تتحكم. ومن هنا احنا حتى كي نجربو نحطو فيها اير باش يعطيني الكاليتي تاع الكاميرا نتاعها، واللي هي بالرسمي باهيه برك، نعطيها 9/10 بالرسمي حلو على الاخر. وكي تدور هكا الفولون يدور معاك الواحد باهي. لهنا كليماتيزاسيون زاد حاجه عجبتني، خلاو فيه لي بوتون نتاعو هكا، وانت كي تعملو اوكي كي تنزل اكي تخدمو ولا حاجه ما يظهركش هنا في الاكران كما قاعدين نشوفو هنا. كما قاعدين نشوفو مغادي عندي من هنا شكون حط السبت شكون لي، عندي من هنا اوف للكليماتيزور، عندي الدابة بالار قدامي، عندي ال يجي يمشي لاريسيون تمشي للكوندكتور، عندي الدابة بالار التيلاني، عندي الروسيكلاج تاع الهواء من الداخل ومن برا. من هنا نهبط ايش عندي، عندي نعرفش كان قاعدين نتراو فيها من غادي، عندي واحدة تاع شحن سريع هاكا، واحدة يو اس بي هذيك باش تشعل لك راهو التليفون قاعد يتشارج اندكسيون، خاطر هو لهنا الاندكسيون يجي. لهنا واحدة 12 فولت، معناتها شوف انت قداش عندك باش تشارجي لهنا. لهنا الحاجة انه ولات عندنا الدرايف مود هاي، هاك شفتها ما غادي، نورمال، سبور، ايكو، هذيك. من هنا عندي ما هي فور ويل درايف لهنا باش تبدل المود اللي تمشي عليه. لهنا البواط تاعها اوتوماتيك، وهنا لازم تكون زاده مانيوال، تنجم تعملها زاده مانيوال. من هنا عندي الاي اوف تذكر وحده في الامبوتياج، وعندي تاع الصوت تاع الرادار التيناني. نجيو هكا عندي زوز حاملات اكواب، واحده اكبر من واحده، عندي فراندو باركينج، وعندي الاوتو هولد نتاع الاوتو هولد نتاع الكهرباء ما توخرش كذا دواقف في الامبوتياج. وعندي لهنا لاكودوار نتاعها ما فيهوش اضاءه ولا حاجه، جوست عادي على الاخر ما يقدمش ويوخر. من الفوق عندي هذيك هكا تشعل من غادي كيما قاعدين شفتوا هكا، نرجع لها مانيوال ما ولا تشعل وحده. لهنا تحط اليونات نتاعك، لهنا ما تراوش توا خاطر قلت لكم قبيله اللي كي تاخذها بيتون، خاطر معنا دي بيتون ما غير توا. عندنا فلافونيوم انتيلي بالطبع، وعندنا زاده من هنا الاضاءه ونفس الحكايه. شوفوا كيفاش عملوا الزيراتور ما غادي، كيفاش مدوره ما غادي ما غادي، وكيفاش حتى من هنا زاد الكوفر هذا زاد فيه ضوء، والتابلت بور كما قاعدين نشوفوا فيه هذا الكل. توا نجيو الاهم فقره في الفيديو نتاعنا بالنسبه لي، خاطر نحكي لكم على حاجه يمكن ما سمعتوش بها. هيونداي كما قلت لكم من اول حلقه تجينا ايسونس وهيبريد والكتريك، لكن الموتورات الثلاثه تختلف. بالنسبه للايسونس تجينا موتوريزاسيون 1.6 تي جي دي اي، فيه تكنولوجيا لاول مره تستخدم في العالم من طرف هيونداي. هيونداي عملوا التكنولوجيا دي عام 2017 2018 بدات تسوق فيها. التكنولوجيا دي اسمها سي في في دي، واللي هي continuously variable valve duration. التكنولوجيا دي شنو تعمل؟ التكنولوجيا هذه تتحكم في الديوغي نتاع لوفرتور تاع الفالف وقت اللي تصير الكومبستيون، بهذا تتحكم في كميه الهواء اللي يدخل ويخرج به السيلندر. هيونداي تقول لك انه التكنولوجيا دي تحسن لنا 4% في الكونسوماسيون تاع الكهرباء، و 5% في البرفورمانس تاع الكهرباء، و 12% في الاميسيون تاع السي او 2 اللي يخرجوا من الكهرباء. هاكا علاش دونك باش تفهموا الهدف كان نقصوا في الكومبستيون ونعطيو اكثر بيرفورمانس. كيفاش تصير؟ فما كام شافت سبيسيال يحطوه هو اللي يتحكم في لي كام لوب باش تصير العمليه هذيا في اي ار بي ام، زاد راهو مش في او في خروج الكهرباء ولا حاجه، في اي نمبر تاع ار بي ام العمليه هذيا تصير. دونك وحاجه اخرى بالنسبه للموتور تاعنا اليوم يطلع 200 حصان. اي نعم. اوك علاش باش نجاوبك على السؤال اللي قلت لك راهو واش نفس الشخص اللي ياخذ، على خاطر بالنسبه ليا اللي باش ياخذ الكهرباء هذه ماهوش عملها تاع وسط البلاد، كونسوماسيون راهي ماهيش باش تكون قليله بالكل. كهرباء 11 شوفوا
اي نعم. دونك اللي شيخو كهرباء هذه بالنسبه ليسانس اكيد راه عنده دينافيت يعني فهم كل يوم لونتراجي كهرباء باش يضحك عليها. اما اللي يحب ياخذ ابريد يشوف هذه على خاطر بالنسبه للابريد كما تعرفوا ابريد اللي تمشي الكتريك ويسانس هكاهو. بالنسبه لهذه تنجم تمشي في وسط البلاد اون توتون الكتريك معناتها حتى 20 30 كيلومتر في الساعه تقعد تمشي الكتريك. وبعد انت كي تمشي بها بالفريناج ريجينيراتيف وبالاكسلراسيون بعد البطاريه باش تعاود تشارج. دونك ما تسحقش انك تشارجها في الدار ولا في الكيوسك ولا حاجه. الفيرسيون هذه تطلع 141 حصان موتور تنفس طبيعي 1.6 جي دي اي مش تي جي دي اي، يعطينا 141 حصان بكل بالالكتريك بالموتور الترميك نتاعها. ولهنا الموتورات الكل نتاعها مغلفين من لوطا، ولهنا تنجم تشوف الفرق حتى الموتورات ماهمش كيف كيف الكل. وبالنسبه للالكتريك موجه الانسان، دونك هذه موجهه الواحد يعمل وسط البلاد مرات طرود، والاخرى موجهه الانسان وعنده تراجيم معين والتراجيم تاعو فيه دي بورن دو ريشارج تاع فواتير الكتريك. دونك كي تمشي بعدا باش نصور لكم، لكن هاتيتكم شنو هي الفرق بيناتهم الثلاثه. دونك وهكا نكونوا كملنا الفيديو تاعنا بالنسبه لليوم. مانيش عامل تيست درايف خاطر راه ماهمش متوفرين اصلا للتيست درايف، دونك حتى العموم هم متوفرين للتيست درايف حسب كلام هيونداي. وش راح تكون استفدت؟ اذا عندك اي سؤال بخصوص ميكانيك بخصوص الكتريك بخصوص اي كهرباء مهني، عندنا بلاي ليست على فواتير الكتريك عملناه، وان شاء الله الهيونداي كونا جديده باش نصورها قبل ما تجي لتونس ان شاء الله. نصورها قبل ما تجي لتونس تكتشفوا شنو هي الفرق في الحكايه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.